تم اغتياله بأربع رصاصات وهو بيستعد لمغادرة بيته. أربع رصاصات قلبت تونس وقلبت العالم كله، وكانت سبب في انفجار مظاهرات في كل أنحاء تونس، وكانت أيضا سبب في زلزلة الأرض تحت أقدام جماعة الإخوان في تونس ومصر وليبيا والمنطقة كلها. أربع رصاصات تم توجيهها لجسد المناضل التونسي شكري بالعيد. بعدها انطلقت ملايين الرصاصات ضد كل باعة الأوطان وكل المتورطين في عملية الاغتيال اللي حصلت لواحد من أبرز مناضلي ومثقفي تونس، واللي احنا النهاردة هنتوقف عنده وعند حياته وعند أفكاره، وهنفتح الملف الأسود لكل المتورطين في اغتياله. لكن قبلها شير ولايك للفيديو ده وكومنتك الجميل. يوم 6 فبراير سنة 2013 وهو خارج من بيته، تم توجيه أربع رصاصات لشكري بالعيد، رصاصة اتوجهت لراسه ورصاصة لرقبته ورصاصتين في صدره، وتم اغتيال بالعيد للتخلص منه ومن أفكاره ومن حياته. المناخ العام في تونس لحظتها كان مشحون ومتوتر ومليان صراعات، وسيطر حزب حركة النهضة التابع لجماعة الإخوان على الساحة السياسية لحظتها. عشان كده بدأت جماعة الإخوان في تونس إن هي تنفذ خطة الأسلمة المجتمع التونسي وفرض ثقافة اللون الواحد من خلال ترهيب خصومهم، من خلال العنف ومعاداة النخب كلها وقتلهم معنويا وتكفير أي حد يخالف طريقهم بزعم إن هو عدو الله. والعنف والحصار اشتد على نساء تونس، وتم شن حملات كبيرة للتراجع عن حقوق المرأة اللي حصلت عليها في سنوات سابقة، وارتفعت خطب القرون الوسطى ومصطلحات التخلف، وبدأت حملات حركة النهضة لجر تونس للخلف، وأصبحت النساء في مرمى الجماعات المتطرفة، وبدأت صكوك الغفران تسيطر على الساحة في تونس، وبدأت حركة النهضة تتعامل مع تونس باعتبار أن هي إمارة من إمارات جماعات العنف والتطرف. عملية اغتيال شكري بالعيد فتحت أبواب جهنم لمرحلة بدأت تدخلها تونس بالقوة الجبرية، لأن معروف ثقافة الشعب التونسي اللي لا يقبل باللون الواحد ولا بسياسة الحزب الواحد أو الجماعة الواحدة. الشعب ده اللي فرض ثقافته على كل الأحزاب وكل القوى السياسية والشعبية، وأجبر كمان الجميع على احترام إرادته وتصدى لكل أنواع العنف في سنوات سابقة. عشان كده لما حصلت عملية اغتيال شكري بالعيد كانت المسألة صدمة وقنبلة مش متوقعة للمجتمع التونسي. المجتمع التونسي اللي ما شافش أي حوادث اغتيال من يوم اغتيال المناضل صالح بن يوسف سنة 61 في ألمانيا، يعني مش في تونس حتى. عشان كده أصيبت تونس بصدمة كبيرة جدا، خاصة وإن بالعيد واحد من المدافعين عن الديمقراطية والتعدد والتنوع، لأن قبل ما يكون هو سياسي فهو مثقف شاعر وتبنى التعدد وأكد على الحرية. عشان كده كان لازم يتم اغتياله مع سيطرة الحزب الواحد الممثل في حركة النهضة الإخوانية. شكري بالعيد اتولد في 26 نوفمبر سنة 1964، سياسي ومحامي تونسي وعضو سابق في الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي، والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وواحد من مؤسسي تيار الجبهة الشعبية وعضو مجلس الأمناء فيها. اتولد في جبل الجلود بولاية تونس. أبو صالح بالعيد اتولد في منطقة سيد عبيد من معتمدية بوسالم بولاية دوبة. شكري بالعيد درس الحقوق في العراق وكمل تعليمه في جامعة باريس. كان معارض لنظام الحبيب بورقيبة اللي قام بسجنه لفترة، ومعارض أيضا لنظام زين العابدين بن علي، وقام بقيادة أول مسيرات تندد بالحرب الأمريكية على العراق، وكان الناطق الرسمي والمنسق العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين. تم انتخابه أمين عام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد في 2 سبتمبر 2012، وساهم في تأسيس الجبهة الشعبية لاستكمال أهداف الثورة، وديت جبهة جمعت أحزاب اليسار المركزي والقومي. اتجوز في 2002 من المحامية والناشطة بسمة الخليفي وخلف بنتين نيروز وندى. قبل اغتياله بيوم واحد اللي هو يوم 5 فبراير 2013 كان بالعيد في مداخلة تلفزيونية على قناة نسمة. بالعيد خلال اللقاء ده اتهم حزب النهضة الإخواني بالتشريع للاغتيال السياسي، ودلل على الكلام ده بتشكيل حركة النهضة مجموعة من الروابط والائتلافات اللي بدأت تعتدي على كل المخالفين لحركة النهضة، وقال ان الروابط ديت بتعتبر هي الذراع العسكرية للنهضة. يعني بالعيد كشف الستار عن مخططات حركة
حركة النهضة في تصفية خصومها كلهم، وما مرش كم ساعة على تصريحاته ديت، وفي اليوم التاني مباشرة اللي هو يوم 6 فبراير 2013 تم اغتيال بالعيد قدام بيته. الدنيا اتقلبت وشعب تونس شارك في جنازته كلها. نساء تونس تمردوا على قيود حركة النهضة اللي حاولت تفرضها على المجتمع التونسي وشاركوا في الجنازة. وردد مشيعي الجنازة هتافات بيقولوا فيها يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح. راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخواني متهم بالتورط في التخطيط لعملية الاغتيال. شعب تونس هتف ضده، والكل ردد الهتافات مع شعب تونس، والمنطقة العربية تضامنت مع شعب تونس. فقام المتظاهرين في ميدان التحرير خلال جمعة الكرامة في القاهرة بصلاة الغائب على بالعيد، وانفجرت المظاهرات في كل أنحاء تونس، واللي صلى المشاركين فيها صلاة الغائب أيضا وعملوا جنازات لبالعيد. وفي 8 فبراير 2013 ألغت الخطوط التونسية رحلتها من وإلى تونس بسبب الإضراب اللي شمل البلاد. وصلت المسائل لدرجة أن 1200 تونسي قدموا طلبات لجوء لأوروبا وأمريكا بعد ما بدأت الفوضى تجتاح كل جزء في تونس بسبب اللي حصل. وفرنسا أدانت الحادث، هي والأمم المتحدة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي وأمريكا وألمانيا والبرتغال وكل دول العالم شرق وغرب، كلهم أدانوا الحادث. ودي أول مرة يحصل فيها تضامن غير عادي واتفاق على إدانة جريمة اغتيال بالشكل ده. كل أصابع الاتهامات كانت موجهة لحركة النهضة الإخوانية، والمتظاهرين واللي شاركوا في الجنازة كلهم هتفوا ضد راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة. ورغم ذلك وقف راشد الغنوشي في ثياب الواعظين وطالب بتحويل يوم اغتيال بالعيد ليوم حداد وطني، وقال إن دم الشهيد لازم يكون رسالة وحدة وتوحد بين مختلف القوى السياسية في تونس. لأ، وكلكم وجماعة الإخوان المسلمين في مصر كوم تاني. الجماعة دي قالت إن اغتيال بالعيد جريمة ولازم نحاصر أي جرائم تانية شبيهة بيها. أما دولة قطر اللي هي المتورط الرئيسي في صفقات سرية مع حركة النهضة لدعم التوجهات دي، والطرف التاني مع حركة النهضة زي ما قال أهل وأصدقاء الشهيد، دولة قطر أعربت عن استنكارها لاغتيال بالعيد وأدانت الأعمال الإرهابية اللي بتستهدف الآمنين. وتركيا الوجه الآخر لقطر والإخوان أعلنت عن حزنها الشديد لاغتيال بالعيد. ومفتي جماعة الإخوان بجلالة قدره وعظمته اللي هو الشيخ يوسف القرضاوي استنكر اغتيال بالعيد اللي وصفه بأن هو زعيم تونسي وطالب بالبحث عن القتلة. تعالوا بقى شوفوا حضراتكم الشلة دي كلها، قيادات حركة النهضة وقطر وتركيا، موقعهم ايه جميعا من الجريمة ديت. أرملة شكري بالعيد بسمة الخليفي اتهمت حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي بان هم المتهم الرئيسي لعملية الاغتيال. وقالت بسمة خليفي ان الغنوشي تسطر على العنف وحمى رابطات حماية الثورة اللي قامت بعمليات عنف كتيرة جدا في تونس. طبعا رابطات حماية الثورة ديت كان زيها زي الائتلافات والالتراس اللي رباه خيرت الشاطر نائب مرشد الإخوان في مصر، وكان بيطلقهم على أي حد مش عاجبه. يعني نفس السيناريو اللي حصل في مصر حصل كمان في تونس عن طريق الروابط ديت. مجلة جون أفريك الناطقة باللغة الفرنسية وعلى غلافها في عدد 17 فبراير 2013 كتبت تحت صورة راشد الغنوشي اللي اتنشرت على مساحة الغلاف كله، قالت الرجل الذي خان الثورة. طبعا بتقصد تورطه في اغتيال شكري بالعيد. وقبل ده كله خلال جنازة بالعيد هتف شعب تونس كله الشعب يريد اسقاط النظام، وكان النظام اياميها بيقوده المنصف المرزوقي الموالي لحركة النهضة والموالي لتركيا وتنظيم الاخوان والموالي لقطر. وهتف شعب تونس في جنازة شكري بالعيد يا غنوشي يا سفاح يا قتال الأرواح. شعب تونس هو الطرف الوحيد القريب من الأحداث، فعارف كويس جدا مين المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال. الشلة معروفة: حركة النهضة، تنظيم الإخوان الدولي، قطر، تركيا، المنصف المرزوقي، دي كلها أطراف مشاركة في اللي حصل. تعالوا مثلا شوفوا تصريحات منجي الرحوي عضو المجلس الوطني التأسيسي والقيادي في حزب الوطنيين الديمقراطيين
الموحد. راحوا في تصريحاته يوم 5 ابريل 2013 اتهم قطر بالوقوف وراء اغتيال بالعيد، وبسرعه وبعد التصريحات ديت اصدرت سفاره قطر في تونس بيان ونفت فيه علاقتها بالاغتيال، وقالت ان دي حمله ممنهجه بتستهدف تشويه سمعه قطر. طبعا كلام قطر مجرد فض مجالس مش اكتر، وفي وثائق ظهرت بعد كده تكشف تورطها في الدعم والتمويل لحركه النهضه، ووثائق بتكشف عن دور حركه النهضه، وكل ده هنكشف عنه في نهاية الحلقة. تعال نشوف جزء آخر من الحقيقة، اللي هي الحقيقة المرة اللي كشفها عبد المجيد بالعيد، أخو شكر بالعيد اللي بيشغل منصب عضو المكتب التنفيذي لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، واللي قال في مقابلة تلفزيونية يوم 28 إبريل 2013 إن المنصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت وعلي العريض وزير الداخلية وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع ورشيد عمار قائد الجيوش الثلاثة، كل دول في عين العدو كانوا على بعملية اغتيال شكري بالعيد. حركة النهضة والشلة المتهمة في عملية الاغتيال لما بدأت تحس ان حبل المشنقة بيقرب من رقبتها، عملت حركة مسرحية على طريقة فيلم جعلتني مجرما، اللي هو بتاع احمد حلمي وغادة عادل، لما صور نفسه من قلب الشاليه باعتبار ان هو ارهابي كبير وبيفاوض والد غادة عادل اللي هرب بيها على الساحل الشمالي، وصنع له خيمة وخلفية باعتبار ان هو بيتكلم من قلب المعسكرات في قلب الصحراء. هم عملوا كده بالظبط، وفوجئنا يوم 17 ديسمبر 2014 ان في عناصر ادعت ان هي بتنتمي للدولة الاسلامية في العراق والشام، وبعتت رسالة لاهل تونس واعلنوا عن تبنيهم لاغتيال شكري بالعيد ومحمد براهمي، وكأنهم افتكروا بعديها بسنة المسألة دي. طبعا دي حركة مسرحية خيبانة جدا بتؤكد ان الجماعة دي ملهاش علاقة بالمرة بعملية الاغتيال، ولو كانوا فعلا هم اللي اغتالوا شكري بالعيد كانوا بعدها مباشرة اعلنوا عن ذلك، لكن ان هم ييجوا بعدها بسنة ويعلنوا عن كده يبقى المسألة فيها إن، والإن ديت اللي هي محاصرة الشلة الإخوانية بالاتهامات من كل جانب، والاتهامات تصاعدت خطوة خطوة لحد ما وصلت لمرحلة اليقين، عشان كده بدأت تفكر في طريقة تخلص نفسها من المشانق اللي بدأت تحاصرها من كل جانب. والدليل على كده المؤتمر الصحفي اللي عقدته هيئة الدفاع عن شكري بالعيد ومحمد البراهمي يوم الأربع 9 فبراير 2022، واللي فضحوا فيه دور راشد الغنوشي والقضاة التابعين للإخوان وتورطهم في الفساد والاغتيالات والتمويلات والمخططات السرية لتدمير كل تونس. وخلال المؤتمر ده قالت هيئة الدفاع إن عندها وثائق بتكشف تورط رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي بالتخابر مع جهات أجنبية، وتورطه في الاعتداء على أمن الدولة وارتكاب عمليات غسيل أموال قذرة. وقال رئيس هيئة الدفاع عن شكري بالعيد ومحمد البراهمي إن سنة 2011 تم تأسيس جمعية اسمها نماء تونس، في الظاهر دورها تشجيع الاستثمارات الأجنبية في تونس، والحقيقة إن الجمعية دي كان مهمتها تسفير شباب تونس للقتال في بؤر الإرهاب اللي زي العراق وسوريا مقابل مبالغ مالية ضخمة. وكشف المؤتمر الصحفي ده إن في واحد اسمه ناجح الحاج لطيف، وده بيدير أعمال راشد الغنوشي وواحد من الأزرع الخفية له، وكان ناجح ده وكيل لشركة بريطانية في مجال النسيج بتونس وتم طرده من الشركة دي، واتضح ان هو كان بيستخدم حسابات الشركة دي في العمليات المالية المشبوهة اللي بيعملها لحساب حركة النهضة. وبعد ما تم طرده وصلت ايميلات على مدير الشركة الجديد، واتضح ان هو وعبر حسابات الشركة دي بيتلقى تمويلات من قطر، واللي بيبعت له التمويل ده الحساب الاميري نفسه، يعني تمويل من الدولة القطرية نفسها، والتمويل اللي تلقى 15 مليون دولار في مرة، وفي مرة تانية تلقى 20 مليون دولار، وفي مرة تالتة تلقى 360 ألف يورو. وكانت حركة النهضة مسيطرة على مطار تونس وبيتم نقل الأموال ديت وسحبها نقدا. وكشف المؤتمر الصحفي ده كمان عن معلومات متعلقة بتمويلات كبيرة جدا من قطر، ولقاءات سرية لراشد الغنوشي بشخصيات لها علاقة بقطر، واللي كان من بينهم منصور راشد الخاطر. ومنصور ده وبناء على تنسيق مع راشد الغنوشي كان لفريق تقنيات بالتجسس على السياسيين والكوادر الأمنية والقضائية المستقلة. كل المعلومات دي تم تقديمها للقضاء التونسي في سنوات سابقة، لكن تم تنويم وإغلاق ملف اغتيال شكري بالعيد طبعا عن طريق القضاء المرتشين التابعين لحركة النهضة. عشان كده ما كانش غريب ان يوم السبت 12 فبراير 2022 ينظم التونسيين وقفة احتجاجية قدام منزل راشد الغنوشي، ورفع المتظاهرين خلالها شعارات بتقول يا غنوشي يا سفاح
السفاح يا قتال الأرواح، وطالب المتظاهرين بمحاكمة المجرمين اللي هم قيادات حركة النهضة وأعوانها برا وجوه وكل المتورطين الأساسيين في اغتيال شكري بالعيد. وما كانتش صدفة أن الرئيس قيس سعيد يعلن عن تجميد المجلس الأعلى للقضاء ويبدأ في خطوات لتطهير المجلس بعد التجاوزات دي كلها، والتصدي طبعا لملف اغتيال شكري بالعيد وإخفاء جرائم كل المرتشين والفاسدين، ووعد بفتح ملف اغتيال شكري بالعيد ومحمد البراعمي خلال الأيام اللي جاية. اغتيال شكري بالعيد ما كانش اغتيال له لوحده، إنما كان محاولة لاغتيال تونس، تونس الشعب، تونس الثقافة، تونس التعددية والحضارة والرقي. لكن كل الخونة والمتورطين في عملية الاغتيال تم فتحهم وكشفهم، وبقيت تونس وشعبها.